متابعي بوابة مغاربة العالم اميغو 24، السلام عليكم. اليوم نزلنا للشارع باش نسولوا الناس على واحد القرار اللي منوض ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي واللي رفضوا الشعب المغربي ككل، والمتضرر الاول من هذا القرار هما الجالية المغربية المقيمة بالمهجر. هذا القرار كيتعلق بايقاف خدمة الفو اي بي، اي خدمة الاتصال عبر الفيسبوك سكايب والواتساب وغيرها من برامج الاتصال عبر الانترنت. هذا ما اعتبرته الجالية تطاول على حقوق المواطن في الولوج إلى التواصل الاجتماعي. تابعوا معنا هذا الميكرو تروتوار. طبعا هذا القرار هذا غضب المغاربه اكثر، وخصوصا المغاربه المقيمين بالخارج. حالنا في اوروبا، نقولوا هنا في اوروبا قد نهضروا، في المغرب بحال نقدرش نهضر بلا فامي، خصنا نعمروا التليفون الواتساب، بقاش يشدنا كما قديم. هاد الصوره مابقاش شدنا بحال قديم، بحال واتساب ولا فيسبوك ولا فوالا. مو البروبليم عندي الوالده في المغرب، وافا كنت نهضر معاها دائما في واتساب وكل شيء، ودابا ما نقدرش يقطعوا كل شيء وما نقدرش كاع نهضر معاها، وي دوموند نغاجوتيو د لارجون اون بلوس. هذاك الشيء سي با نورمال. نقول لك اخويا شو سو با داكور، يعني انا داكور. دابا كنا افون، دابا كنا عامين كنا تنهضروا مع لا فامي، جدا ومي كون باكون، دابا ما بقاش عندنا كنهضروا معاهم. وبليجي كيما تيقولوا جميع الناس، خاصنا نمشيو لاكارت، ولا التليفون تكون اصلا، ولا التليفون تكون له في ان بروبليم، واخا المغرب خاصك مابقاش يشد. وكنعتقد المتضرر الاكبر هو المغترب، او الناس اللي كاينين هنا في الغربه في اوروبا، في بلجيكا ولا في هولندا ولا في كامل الاقطار ديال اوروبا، هما المتضررين. حيث كان الاتصال، كانوا كيتصلوا مع الوالدين ديالهم، مع الاحباب ديالهم عن طريق سكايب، واتساب، فايبر والخدمات الاخرى، والان انقطع الاتصال. يعني هذه الوسيله ديال الاتصال المجاني كانت وسيله جيده، بقات الناس متواصله مع ناسهم في المغرب يوميا، تعرفوا اخبارهم وتتصلوا بهم يوميا. طبعا اكيد بعد انفصال هاد البرامج هذه، ولات الناس تضطر ان هي تمشي اما لكابين تليفونيك، ولا ضروري خصها تاخذ دي غوشارج بوغ ابل الماروك. وهذا اللي تيجعل فريمون بزاف ديال الناس ما عندهمش امكانيات اكيد باش يقدروا ياخذوا هاد لي غوشارج تو ليفر. كنعتقد انه ما من حقهمش، هذا رايي الشخصي، ولكن كنعتقد انه اشحاف حق المغتربين. تليفونك دابا حاليا، دابا يا تليفونك ماشي جد، تنطلبوا من الناس ديال اتصالات المغرب، الاداره ديال اتصالات المغرب، باش يحل لنا اداره السكان. واش تخوف سي با نورمال؟ حيت انترنت الوالده كتخلصوا في الشهر، وانترنت فيه كل شيء، واتساب، فيسبوك، فايبر، كل شيء. ودابا غير على ماروك تيليكوم اون بو با، ما نقدروش نعيطوا في على واتساب وكل شيء. كاين كذلك انه كاين ناس تاخذ كذلك عند شغل عن طريق لا فاي بي، يعني كاين ناس تاخذ دي غينيون، تدير دي غينيون فيا لي سكايب. وهذه حتى هي خصوصا الناس اللي خدامه في المغرب، راه مابقاش حتى هي تدير اتصال مع الخارج، راه قطعوا الاتصال بصفه نهائيه. وللاسف يعني اتصالات المغرب اكيد اتخذت هذا القرار، لان شافت انه هو ما كاينش ربح، شافت الناس تتصل مجانا، وان الناس اضطرت تاخذ لا فوا اي بي. وصراحه هذا القرار ماشي صائب، قطعوا كلش المغرب. المغرب سيدي رحال، كاين واحد ساكن جد 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 لو ريزون ناسيونال ديال اتصالات المغرب، وما عندهاش الريزون، سي امبوسيبل. وبغيت نقول على قضيه السكايب، الله يرحم لكم الوالدين، حل الناس. نتمنى ما نوصلوش لديك الدرجه انه يمنعونا من كل شيء. اوروبا تهضر مع المغرب ولا شي حاجه، يعني بحال حنا بحال اخوت.